هذا وأكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن تدشين إعلان مملكة البحرين في جمهورية البرازيل يأتي ضمن تعزيز علاقات المملكة مع دول أمريكا اللاتينية وجهودها لنشر التسامح والتعايش بين شعوب العالم. تأتي المشاركة اليوم بتوجيه من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى لإعلان تدشين إعلان مملكة البحرين من جمهورية البرازيل، لينطلق هذا الإعلان في أمريكا الجنوبية من هذا البلد الصديق، والذي نسعى بكل جهودنا للحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وجاء طبعا اليوم الإعلان بحضور فخامة الرئيس البرازيلي الذي أشاد بتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى وبنهجه القويم والإصلاحي وفي دعمه الكبير لتنامي العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل. وأعلن اليوم الرئيس عن نية البرازيل لفتح سفارة في مملكة البحرين في القريب العاجل، وهذا توجه جديد يعمل للحرص لتعزيز هذه العلاقات. وفيما يتعلق بإعلان مملكة البحرين من جمهورية البرازيل في أمريكا الجنوبية، يأتي هذا الانطلاق لتأكيد على زعامة مملكة البحرين وريادتها في التسامح والتعايش السلمي والتوجه القويم الذي انطلق منذ تولي صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وإطلاق الحريات وأيضا الحقوق الكاملة، والتأكيد على التنوع المجتمعي وقيم التسامح والتعايش بين كافة فئات المجتمع.